الطاعه الى الله واحبها اليه. كثير منا يتمنى لو يبذل ما يستطيع كي ياتي اليها فيحرم بحج او عمره فيتقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن تحول دونه ودون هذه الامنيه امور قدرها الله سبحانه وتعالى. فاحببت ان اذكرك اخي في الله باحرام اخر وحج اخر وطواف اخر، وهو احرام القلب، ان تجعل قلبك محرما في رحاب الله. نعم، احرام القلب. كما تلبس ثياب الاحرام البيضاء التي ليس عليها ولا نقطه سوداء فرحا بهذا الامر، فكذلك قلبك ينبغي ان يسير الى الله ببياض ناصع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب ابن آدم نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب محيت عنه. فتسير إلى الله سبحانه وتعالى بقلب محرم، قلب ليس عليه أي نقطة سوداء. كما أن المحرم يجتنب بعض المحرمات أو بعض المباحات التي حرمت عليه كالأخذ من شعره وأظافره ووضع الطيب، فكذلك في سيرك إلى الله أنت محرم تبتعد عن المعاصي. هناك كثير من المعاصي أي شيء هذا محرم لأنني محرم أسير إلى الله. كما ينادي المحرم: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، فأنت حالك مع الله لبيك اللهم لبيك، تسمع المؤذن لبيك اللهم لبيك، تسير إلى المسجد وعليك السكينة والوقار وشعارك المسارعة لبيك اللهم لبيك. عندما ترى فقيرا تسرع في الصدقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لبيك اللهم لبيك، شعارك التلبية. المحرم يطوف حول الكعبة وأنت تطوف في من طاعة إلى طاعة، فإذا سئل عنك فأنت في المسجد الفلاني، أو تصل رحمك، أو تزور أقاربك، أو تعين ضعيفا، أو تقضي حاجة، فحالك من طواف إلى طواف ومن شوط إلى شوط، ترمل حينا وتمشي حينا وتستريح حينا. المحرم يسعى بين الصفا والمروة وأنت تسعى بل وتفر إلى الله، ففروا إلى الله. شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى، ليس بين الشوط بين العلمين الأخضرين، بل دائما تسرع إلى الله سبحانه وتعالى، وشعارك: وعجلت إليك ربي لترضى. وينتهي الإحرام بالتقصير أو بالحلق من الشعر، وأنت ينبغي عليك أن تقصر وأن تقصر عن المعاصي، فتقصر لسانك عما لا ينبغي ولا يحل، وتقتصر على ما أحل الله في فرجك، فأي شيء حرمه الله من نظر أو لمس أو كلام أو شهوة محرمة تبتعد عنها. تكون ملبيا في حياتك بقلب أبيض، فتقبل على الله سبحانه وتعالى، ويحشر المرء على ما مات عليه، تبعث عند الله سبحانه وتعالى على حالك بنقاء قلبك ملبيا عند الله. طيب ما حتحرم، ما حتلبس هالثياب البيضاء، بل تلبس هذه الثياب ورب الكعبة حينما ينزل لك كفن من الجنة، كفن أبيض ولبوس من الجنة بعد موتك فتلبسه، فهناك هناك لن ترى الكعبة، ولكن ستتشرف بأن ترى الله سبحانه وتعالى. كن محرما، لب من الآن لبيك اللهم لبيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.